تحية طيبة مشاهدينا الأفاضل. 8 سبتمبر آذار من كل عام يحتفل العالم كله بيوم المرأة العالمي، باعتباره دعوة للنظر للمرأة على أنها إنسانة لا تختلف ولا تقل درجة عن الرجل، ولها كل القدرة والكفاءة في المساهمة في الحياة. وإذا كان هناك ضعف وقلة ناتج عن عدم مساهمتها في العالم والعمل، حقيقة تطفو أسئلة كثيرة على السطح مع حلول اليوم العالمي للمرأة. في 8 آذار مارس من كل سنة، هذا اليوم الذي يعد احتفالا للدلالة على الاحترام العام وتقديرا وحبا للمرأة ولإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفقا للتعريف الرسمي، هو أيضا تذكير بواقع النساء في العالم، معاناتهن واضطهادهن المستمر في مجالات حياتية عديدة خاصة وعامة مع اختلاف الأماكن والظروف. وفي الوقت الذي تطالب فيه نساء العالم بالحصول على المزيد من الحقوق والمساواة مع الرجل، تعيش المرأة السورية أسوأ حالاتها، مشيرة إلى أن وقف القتل وإعادة الأمن والأمان إلى المناطق السورية من أبرز مطالبها في الوقت الحالي. يشار إلى أن الحرب التي تعيشها سوريا شردت وفق أحصائيات رسمية وغير رسمية أكثر من 12 مليون مواطن سوري في دول العالم، نصفهم من النساء، كما تسببت في أكثر من 1 مليون أرملة وفاقدة لزوجها. وللحديث أكثر عن موضوع حلقة الليلة، أرحب بضيوفي من باريس دكتورة سميرة مبيض، سياسية وأكاديمية، ومن واشنطن الأستاذة مرح البقاعي، أكاديمية ورئيسة حزب الجمهور السوري، ومن بيروت الأستاذة بشرى علي، عضو الهيئة الإدارية في منظمة ريباك، ومن سويسرا الأستاذة أمل نصر، سياسية سورية معارضة. ضيفاتي الكرام، أهلا بكم على شاشة قناة اليوم. بداية أتوجه لكم بالتهنئة، يعني كل عام وأنتن ونساء الأرض بألف خير. أستاذة بشرى، أبدأ سؤال الحلقة من لدنك، مساء الخير. مساء النور. يعني بدأت القصة مع نساء الطبقات الفقيرة، نساء عاديات لم يطمحن لمركز ولا لسلطة. اليوم بعد 100 عام من هذه المناسبة، برأيكم هل خرجت المرأة من شرنقة العبودية والقيود والأغلال؟ مساء الخير مرة ثانية لك أستاذ وعد ولكل ضيفاتك، وأبارك لهن عيد المرأة العالمي، وبارك هذا اليوم أيضا لكل نساء سورية ونساء العالم، وخاصة أحيي المرأة الكردية في عفرين التي تقاوم اليوم في سبيل الأرض والعرض. وبنفس الوقت أتمنى أن تتخلص نساء الغوطة من هذه الأزمة التي تعيشها وكل نساء سورية. بصراحة بعد مرور 100 عام على بدء مناسبة اليوم العالمي للمرأة، بإمكاننا تناول هذا الأمر من جهتين، من طرفين. الطرف الأول هو ما كسبته المرأة من منجزات، ما حققته من منجزات ومكاسب خلال هذه 100 عام، بحيث أنه بإمكاننا أن نقول أن المرأة قطعت أشواطا كبيرة من حيث النضال في سبيل نيل حقوقها والمساواة بين الجنسين، خلينا نقول ما راح أقول مع الرجل، لأن المعيار هنا هو المساواة بين الجنسين كجنسين، يعني متساويين بنفس الوقت، وليس المعيار هو الرجل للوصول إليه وإلى ما يتمتع به من حقوق. وتمتع المرأة أيضا بوعي سياسي وبإرادة جعلتها تتميز بإرادتها وبفكرها، الذي تميز بميوله الدائم إلى الأمن والاستقرار والسلام. لكن من ناحية ثانية، الحقيقة المرة التي تواجهها المرأة اليوم هو أن قوى الحداثة الرأسمالية العالمية والقوى الدولية لا تطيق هذه الإرادة الحرة التي تتمتع بها المرأة بشكل عام، والمرأة الشرق أوسطية بشكل خاص، وبالأخص أكثر المرأة الكردية، وبالتالي تزيد من هجماتها الممنهجة على المرأة، وتريد أن تجتاز أزمتها البنيوية التي تعاني منها وتصديرها عن طريق المزيد من استعباد المرأة، ولكن بنحو خلينا نقول ما بين قوسين عصري أكثر ودقيق أكثر، بحيث تمكن من ذهنيتها الاحتكارية الذكورية القمعية
على حساب حرية المرأة. يعني هناك حرب طاحنة ما بين الذهنية الذكورية المتمثلة حاليا في قوى الحداثة الرأسمالية والمتجسدة بشكل ملموس في ذهنية داعش وحلفاء داعش، وما بين الذهنية الأنثوية الأصيلة التي تريد لذاتها ولكل المجتمع النعيم بالأمان والاستقرار والسلام. نعم دكتورة سميرة، مساء الخير. مساء النور، أهلا بك. يعني القوى الرأسمالية لا تريد الحرية للمرأة، وأيضا العقلية الذكورية عائق أمام دور فعال للمرأة. مساء الخير للجميع ولضيفاتك. طبعا اليوم باليوم العالمي للدفاع عن حقوق المرأة مناسبة هامة جدا يعني لاستعراض كل هالأمور مثل ما تفضلت وتفضلت ضيفتك. طبعا أنا لا أربط الأمر بالقوى الرأسمالية تحديدا، ولكن بشكل عام في جميع أنحاء العالم نلاحظ أن هناك نضال مستمر من أجل الحصول على حقوق المرأة مهما كانت النظم التي تحكم هذه الدول، طبعا بشكل متفاوت. ففي حين نحن في الشرق الأوسط لازلنا في بداية هذا الطريق، في بداية هذا المسار، ولازال أمامنا الكثير، ونطالب بألف باء الحقوق النساء. نجد أن هذه الأمور قد سبقتنا بمراحل بدول العالم المتحضر، ورغم ذلك، رغم أنها سبقتنا مراحل عديدة، لكن نلاحظ استمرار محاولات النساء ونضالهن من أجل المحافظة على هذه المكتسبات، لأننا نلاحظ بشكل دائم أنها مكتسبات هشة قد تتغير في أي لحظة بتغير نظام الحكم. نعم، قد تتغير بأي لحظة بتغير نظام الحكم، فبالتالي يتحاول النساء بشكل مستمر المحافظة أولا على هذه المكتسبات وإضافة مكتسبات جديدة. فحتى في دول العالم المتحضر والتي يمكننا بشكل كبير ملاحظة الفرق بينها وبين دول العالم النامي من خلال دور المرأة وتواجد المرأة في جميع مفاصل الحياة، في الحياة المهنية، في الحياة السياسية، في مواقع اتخاذ القرار، ولكن رغم ذلك لازم لا هناك قصور في حصول المرأة على حقوقها كاملة. بينما نحن في الشرق الأوسط نلاحظ أننا لازلنا في المسار الأول كما ذكرت قبل قليل، ورغم ذلك نعاني من وضع العقبات الكبيرة ووضع العصي في الدواليب كما نقول في أي محاولة للنهوض بدور المرأة وفي أي محاولة لإعطائها دور فاعل في المجتمع، وذلك طبعا في جميع الدول تقريبا في جميع دول الشرق الأوسط وخصيصا في سوريا، واستحدث عن سوريا بشكل خاص. طبعا بسوريا نحن كان لدينا مسار هام جدا لدور المرأة في المجتمع السوري قبل حقبة الأسد، حيث كان هناك مؤتمر المرأة الشرقية الذي عقد في دمشق عام 1930. وعندما أقرأ المخرجات التي نتجت عن هذا المؤتمر نجد أنها تطالب بما نطالب به نحن اليوم في القرن 21. طب برأيكم لماذا؟ ما هي الأسباب التي جعلت الأمور تؤول إلى هذه المرحلة الراهنة؟ طبعا خلال هذه الحقبة كان هناك جمود عام للحياة المدنية بما فيها منظمات المرأة ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى جمود عام بالحياة السياسية، فلم يكن هناك أي حياة سياسية صحيحة في سوريا. بالإضافة لذلك، بالإضافة لهذا الاستبداد السلطوي، عمل هذا الاستبداد السلطوي على تمكين الاستبداد الديني أيضا في المجتمع، وفرض عادات وتقاليد تحجم وتقيد من دور المجتمع المدني وبالأخص من دور المرأة، وكل ذلك طبعا في سبيل الحفاظ على السلطة أطول فترة ممكنة. فأي حراك مدني وأي نهوض بالوعي وبالفكر في المجتمع كان سيؤدي إلى انتهاء حقبة الاستبداد بشكل أكيد. فبالتالي تقييد المجتمع بهذه الطريقة، تقييد المرأة بهذه الطريقة، هي أداة من أدوات الاستبداد، وهذا هو الحال الذي وصلنا عليه اليوم. لكن الحراك الذي يعم الشرق الأوسط اليوم من أجل التحرر والنهوض بالمجتمع كان له أهمية كبيرة وفرصة كبيرة في أخذ المرأة في هذه المناطق أيضا طيب. حريتها واستعادة دورها. شكرا طيب. لك أستاذة مرح البقائي، مساء الخير. مساء الخير، وكل عام والجميع بخير، وأنتم الرجال أيضا بخير، وأنتم وسيدات العالم خير. بخير، وأنتم بألف خير. أستاذة مرح، يعني إذا تحدثنا بشكل مفصل أكثر عن المرأة السورية بين القهر وإرادة الحياة الآن، يعني ما هي
أو ما حال المرأة السورية في يومها العالمي؟ نعم، بداية المرأة السورية للأسف دفعت ثمن غالي جدا عن نساء العالم كلهم في عملية التحرر التي تمارسها والتي خرطت فيها منذ بداية الثورة السورية، وحتى في تباشير الثورة ما قبل الثورة السورية عندما ظهرت المؤسسات التي تدعو إلى التغيير الديمقراطي السلمي في سوريا، وفي مقدمتها إعلان دمشق. ولا ننسى أن رئيسة إعلان دمشق كانت سيدة منتخبة، هي الدكتورة فداء حوراني، وهي من أهم يعني السيدات اللواتي مارسن العمل السياسي ودفعت الثمن غاليا بالسجن والاعتقال لفترة طويلة وفي العمل المباشر السياسي من خلال إعلان دمشق وخارج إعلان دمشق أيضا. السيدة السورية دفعت ثمنا غاليا جدا في المنافي وفي مناطق النزوح وفي مناطق اللجوء وفي الأقبية سواء كانت أقبية النظام التي تم اعتقالها فيها، هناك آلاف من المعتقلات حتى الآن في سجون النظام نطالب بهن يوميا ولا نعرف الكثير عن حالتهن في مواقع الاعتقال، وهناك أيضا نساء أخريات بالمقابل في أقبية الملاجئ الآن في الغوطة يقتلن في الملاجئ. للأسف أعداد كبيرة من السيدات يدفعن ثمن غاليا مع أطفالهن في ملاجئ حيث العمليات القتالية مستمرة ولا سيما في الغوطة الشرقية الآن. من أسبوع فقط عائلتي فقدت ست سيدات في ملجأ واحد في بيت سوا في الغوطة الشرقية، قضينا في الملاجئ مع أطفال نساء أخريات، هذا يعني شيء قاهر جدا. لا أريد أن أنسى في هذه المناسبة أن أحيي المرأة الكردية المقاتلة التي تدافع أيضا عن أرضها ضد أي عدوان تتعرض له، وأرى فيها أنها تحمل العبء على وجهين، عبء القتال المباشر وعبء حمل مسؤولية البيت والأطفال حين غياب الزوج من أجل القتال والدفاع عن الحريات. نعم، أستاذة أمل نصر مساء الخير. أولا مساء الدور لك ولضيفاتك ولكل مشاهديك، أهلا بك. يعني حقيقة أسئلة كثيرة وتعاطف كبير من قبلنا نحن الرجال للنساء في العالم أجمعين، ولكن الأستاذة مرح تفضلت وتحدثت عن المرأة العفرينية الكردية السورية، دعنا نقول يعني هي حاملة لعبئين الآن، عبء المقاومة في وجه قوات الاحتلال التركي وعبء المسؤولية بشكل عام. أستاذة أمل، أولا أتمنى لكل السوريات أن تنال سلمها وسلامها التي تحلم به وناضلت من أجله منذ بداية هذه الثورة وناضلت تاريخيا له. طبعا نحن الآن في هذا البرنامج أشكرك فعلا أن يكون هذا اليوم مخصص للحديث عن وضع السوريات، هذا واجب. أستاذة أمل تفضلي. أشكرك. الآن أنا سأبدأ من ما قبل ما طرحت لأصل إلى ما تريد أن أجيب عليه. دعني أقول عن المرأة السورية التي كانت من أوائل النساء بسبب نضالها في أن تكون حاصلة على حق أن تكون ناخبة ومنتخبة، حصلت على حقها أن تصوت في عام 49-22-4، وبعد ذلك ببداية الخمسينات حصلت على حقها في أن تكون ناخبة. إذا هذا أجريناه بالمقارنة مع دولة كسويسرا لم تخضع لحروب ولم تخضع لأي نزاع، لم تحصل المرأة فيها إلا في عام 71. دستور سويسرا هو دستور مواطنة متساوية، ومع ذلك نسبة النساء في القيادة السياسية بالمجالس الأدنى البرلمانيات الكانتونية تقريبا وصل إلى 30%، لكن في المستوى الأعلى لقيادة الدولة في مجلس رئاسة مجلس الشيوخ للدولة لم يصل حتى 20%، فقط امرأة من أصل 7 هي في قيادة الدولة. إذن المشكلة حقيقة
يكمن في واقع أليم للمجتمع اللي ماذا المرأة بشكل عام وليس المرأة السورية، المرأة في العالم محيدة سياسيا عن موقع صنع القرار. هذا بداية. المرأة السورية ما قبل الثورة يعني لا ليس هناك كان لها موقع صنع قرار كما الرجل، كانت بتعيين أمني وكان بدوران ضمن محيط ولاء للنظام. كان الاحتفال بعيد المرأة لم يكن سياسيا، يعني المرأة لا تستطيع أن تنزل إلى الشارع وتحمل لافتات للمطالبة بحقوقها. كان اليساريين في سوريا هم من يهتمون بهذا العيد لتثبيت الحوار على كيف يزيدون من السعي لتطوير دور المرأة وواقعها السياسي بقيادة المجتمع. ما كنا نلاحظه قبل الثورة وضع المرأة الكردية الذي كان على نطاقين، العنف ممارس عليها على نطاقين. النطاق الأول أنها قسم كبير كان من الكرديات لا غير حاصلات على الهوية السورية، إما أن تحصل على هوية عربي سوري أو هي لا تحصل، طبعا هذا هي متساوية به مع الرجل. هذا الوضع أدى بها إلى أن تكون في وضع مستثنى من طبيعة الحياة القادرة على الصناعة أن تكون صانعة قرار، لذلك اتجهت إلى أن تكون في مناطق المقاومة. ما يميزها أنها انخرطت سياسيا المرأة الكردية بسبب هذا العنف الذي مورس عليها، عنف خاص بها وعنف عام بالمجتمع السوري بتغييب المرأة قانونيا ومجتمعيا وسياسيا. هذا الإقصاء دعاها لأن تدخل إلى معترك الحياة الحقيقية وأن تنظم نفسها داخل أحزاب سياسية، وهذا كان مفيد لها جدا عندما انتظمت داخل الأحزاب وأخذت الأحزاب لها شكل، بداية شكل مؤسساتي. هنا بدأت تعرف أين مكانها ممكن أن يكون أفضل. وجدنا هذا الوضوح في بداية الثورة. أنا أطرح ذلك من تجربة عشتها مع النساء الكرديات على مدار 3 أعوام قبل اعتقالي ب 2011-2012-2013، حين حاولنا أن نصنع عملا تشاركيا متكاملا في سوريا للمرأة السورية عربية وكردية. كانت المرأة الكردية أكثر انتظاما بسبب دخولها المعترك السياسي بشكل أكبر، لأن المناطق الكردية كانت بشكل عام كلها بقمع سياسي متساوي. المناطق الأخرى أو إذا دعنا نقول العرب السوريين، كان النظام يقمع لكن أكثر يتجهون إلى أن النساء تحيد نفسها عن العمل السياسي لكي لا تحصل على هذا القمع الذي يحصل عليه الرجل. بالمقابل عندما وجدت نفسها المرأة الكردية يجب أن تكون في مكان المقاومة، المقاومة القتالية، لم تكن مرأة حاملة للسلاح بميليشيا، ذهبت للتدريب والانتظام ضمن مؤسسة عسكرية تريد أن تبني شكل مؤسساتي لعمل عسكري. كنا نتمنى هذا العمل العسكري أن يبقى هو بمنحاه العسكري، يعني أن يكون السياسيين هم صاحبين القرار، أن تكون المؤسسة السياسية أعلى من المؤسسة العسكرية. الآن أنا طبعا لا أتهم أن هذا الانحراف حصل، لكن أقول بتغير المشاريع تتغير القيادات. نعم، الإدارة الذاتية عندما تشكلت فيها أشكال مختلفة لعمل المرأة، انخرطت المرأة بمجالس الخاصة بالمرأة الكردية، انخرطت في المؤسسات، بنت لها شكل عمل منسق. ما شاهدناه حقيقة من تشويه بجريمة الاعتداء على جثة بارين كوفاني هو ما يفسر في حقيقة حقد الذي زرع بالحقد الدفين الذي زرع لأن تكون المرأة منظمة وقادرة على أن تكون شريك مساوي للرجل وشريك قادر على الأداء بما فعلوه بتشويه جثتها. هذا طيب. تفضل. نعم أستاذة بشرى، يعني كما تفضلت الأستاذة أمل وقالت بأن المرأة الكردية السورية تميزت بكونها
كانت السباقة ل يعني دعينا نقول التجربة السياسية لديها كانت أكثر تنظيما، حيث أنه يبدو الوضع في الشمال السوري مختلف من حيث أن المرأة نظمت ذاتها هناك ذهنيا وعمليا وعسكريا. أستاذة بشرى، صحيح ما تفضلت به ضيفتك صحيح 100%. القمع السياسي والقمع القومي الذي تعرضت له المرأة الكردية والشعب الكردي في شمال سوريا أدى بها وبه إلى الوصول لنتيجة ضرورة تنظيم الذات وضرورة التعبئة السياسية لمعرفة كيفية الحراك واستعدادا لأي طارئ قد يحصل في يوم من الأيام، لأن أي قراءة سليمة ل المستجدات التي تحصل في المنطقة بصورة عامة وفي سوريا بصورة خاصة كانت تبين أننا على وشك الدخول في حرب ربما لم نكن نعلم بطابعها بمسارها، ولكن ستكون هناك فوضى. هذه نتيجة توصلنا إليها بشكل عام حتى ما قبل بدء ما كان يسمى بثورة الربيع العربي، ولكن مع بدء هذه الأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وجدنا أن من كان أكثر استعداداً للدخول في معترك هذه الحرب الشعوائية التي فرضت على كل الشعوب فرضاً بهدف من القوى الدخيلة على المنطقة، القوى الدولية خلينا نقول أو قوى الحداثة الرأسمالية، لإعادة تقسيم المنطقة مرة ثانية وتقسيم ما هو مقسم وتفتيت ما هو مفتت. فكانت المرأة الكردية والشعب الكردي على استعداد أكثر من هذه الناحية نتيجة الاستعداد طيلة عقود ما قبل ذلك نتيجة القمع هذا و التمسك بالثقافة القومية المقموعة ودائما محاولة تعبئة الذات من حيث الحقوق المسلوبة ومن حيث ما يجب أن نكون عليه وما هي حقوقنا وكيفية الوصول إلى هذه الحقوق. المرأة الكردية خاضت نضالا تنظيميا سياسيا اجتماعيا قوميا حتى في ظل يعني عندما كان النظام البعثي سائدا ما قبل الأزمة السورية وكانت هناك المئات من النساء الكرديات اللواتي اعتقلن وبقين في أقبية النظام والسجون السورية، وحتى أن هناك بعض الفتيات الكرديات اللواتي استشهدن في هذه الأقبية وبعضهن لا يزال مصيرهن مجهولا حتى اللحظة، لا ندري ماذا حل بهن، بالإضافة إلى التنكيل بالمرأة الكردية على يد قوات النظام السوري. هذا ما كان يدفع المرأة الكردية إلى التشبث أكثر بموضوع النضال والكفاح وتوعية ذاتها أكثر وأكثر والتعمق في تاريخها سواء التاريخ الكردي أو سواء التاريخ السوري، حتى ماذا فعلت حتى الآن وماذا عليها أن تفعل. بالتالي لدى بدء هذه الأزمة السورية كانت السباقة مثل ما تفضلت ضيفتك الكريمة بأن تستطيع تنظيم صفوفها أكثر والتأقلم بسرعة أكبر مع هذه التطورات المتسارعة جدا في المنطقة، وهذا ربما ما جعل المرأة الكردية تتحول إلى أيقونة ليس فقط شرق أوسطية أو سورية وإنما عالمية أيضا، مثل ما شاهدناه في مقاومة كوباني ومثل ما نشاهد اليوم أيضا في مقاومة العصر في عفرين، بحيث كل قلوب الشعوب المتعطشة للحرية والسلام مثل ما كانت تنبض لأجل كوباني الآن تنبض لأجل عفرين. وطبعا الغوطة لا ننساها، وجرح عفرين والغوطة هو جرح واحد أكيد. طيب دكتورة سميرة، يعني النسوة في شمال سوريا أن صحت التسمية كما يقال، يعني إذا سألنا السؤال بصيغة الاستفهام، يعني برأيكم أي حق يضيع حين تحرم المرأة من المشاركة في السياسة وفي السلطة؟ طبعا حين تحرم المرأة من المشاركة في السياسة والسلطة يعني أنت تقول لنصف المجتمع أن لا يتكلم ولا تأخذ رأيه بعين الاعتبار، وطبعا هذا له تأثيرات كبيرة خصيصا إذا أخذنا بالاعتبار أن المرأة هي التي تورث التقاليد وتورث العادات للأجيال التالية، فبالتالي حمل أي فهي المؤثر الأكبر بعملية تربية الأطفال، فحمل أي موروث وحمل أي مشاركة سياسية أو قضية ما بغض النظر
النظر عن هذه القضية، قضية حرية، قضية عدالة أو أي قضية أخرى، غالبا ما تكون النساء لهن دور هام بنقله للأجيال التالية. فبالتالي عندما تقمع هذه الفئة من المجتمع فنحن نورث هذا الأمر لأجيال عديدة، وعندما يسمح لها بأخذ دورها كاملا فنحن ننهض بالمجتمع كاملا وبأجياله التالية، وننهض بالأطفال وبطرق تربيتهم وبما يزرع في عقولهم مستقبلا. من هنا تأتي أهمية مشاركة المرأة ودورها. طبعا خلال حقبة الاستبداد التي مرت على سوريا عانى جميع النساء من جميع المكونات حقيقة، ففي هذه الفترة كان هناك حصر لدور المرأة بالمنظمات الدولة بما عرف بالاتحاد النسائي الذي هو ذراع من أذرع حزب البعث، والذي كان هدفه فقط تعبئة النساء واستخدامهن بشكل أو بآخر لهذا الحزب. ومن جهة أخرى كان هناك أيضا تشجيع للمنظمات الدينية النسائية، ولكن لم يكن هناك أي تشجيع لمنظمات المدنية والسياسية النسائية والتي ترفع وتكون ناهضة بدور المرأة. طيب دكتورة سميرة، يعني خليني أسألك أنا بدوري عن المعارضة السورية، يعني حقيقة كيف ترى هي أو تنظر من وجهة نظرها إلى المرأة وإلى حقوقها؟ طبعا المعارضة السورية يعني عانت من مشاكل بتنظيمها بحد ذاتها وبتوافقها على الأفكار فيما بينها، بحيث كانت لديها المشاكل أكبر من أن تفكر حتى أو يكون متاح لتطوير دور المرأة فيها. فجاء دور المرأة في المعارضة السورية مفروض فرضا من قبل المجتمع الدولي أو لإظهار صورة جيدة كديكور أمام المجتمع الدولي، لكن في قلب في عمق المعارضة وفي مواقع اتخاذ القرار لا وجود أبدا لأي صوت نسائي فاعل. فبالتالي كانت هذه نقطة ضعف كبيرة، وحاولنا تداركها في عدة مرات وفي عدة دراسات، ولكن للأسف لغاية اليوم لا يمكننا اعتبار وجود الدور أو صوت يعبر عن المطالب أو رؤية سياسية نحو نساء سوريا بالمستقبل أو رؤية مستقبلية موجود بشكل فاعل في المعارضة السورية، وإنما تم استغلاله بشكل دائم إما لإعادة تدوير محاولات فاشلة أو لفرض فقط كوتا بدون الأخذ بعين الاعتبار ضرورة هذه الكوتا والاقتناع بها، وأن تكون قادمة من داخل السوريين أنفسهم وعن قناعة وليست مفروضة من الخارج. طبعا سيكون لذلك تأثيرات سلبية كثيرة، ولكن لسنا عند هذه المرحلة قد نعتبرها كماليات، فهناك مشاكل أكبر بكثير أيضا لازلنا نعاني منها. وبالتالي يصبح هذا الموضوع لا يمكن القول مؤجل، ولكن يصبح للعمل كخطوات أولى أو كخطوات تأسيسية كي في مرحلة ما نستطيع الانطلاق به حقيقة، وعندما يكون المجتمع بشكل كامل جاهز لهذه الخطوة فنحن لدينا من طرف المجتمع رفض أو مقاومة لدور المرأة للعمل بالشأن العام، وأيضا من تجاه النساء السوريات اللواتي بتنا يتراجعن خطوة أمام العمل السياسي نتيجة التقاليد المفروضة ونتيجة أيضا اللغط الكبير الذي يحصل في الأوساط السياسية السورية. طيب في هذه النقطة دعيني أن أتحدث فيها مع الأستاذة مرح البقاعي. يعني أستاذة مرح، نقطة ضعف عند المعارضة بحيث لا يوجد هناك تمثيل حقيقي للمرأة في كل محافل المعارضة. نعم، هي ليست فقط نقطة ضعف، هي عملية تراجع في التمثيل السياسي للمرأة في منظومات المعارضة السورية. كما قلت لك في إعلان دمشق الذي ظهر في عام 2005 على ما أعتقد، يعني تشكل بشكل تنظيمي عام 2005، كانت له طبعا بالبدايات مقدمات قبل أن يظهر إلى العلن إعلان دمشق. أقول لك أن الرجال كلهم في إعلان دمشق، لنقول بقوسين الرجال، اجتمعوا على انتخاب سيدة هي الدكتورة فداء حوراني. أما الآن فنجد أن هناك يعني تراجع كبير جدا في تمكين المرأة الموجودة بحياء شديد وبأعداد قليلة جدا. طب لماذا منظومات السبب، يعني شو هو السبب؟ يعني هذا نعم
أستطيع أن أعزي السبب إلى أن المنظومة السياسية كلها تراجعت. يعني ليس السبب فقط موقف الرجل، قد يكون الموقف المرأة من المرأة نفسها أصعب من موقف الرجل من المرأة. وأنا قلت هذا في عدة مواقع وفي عدة مناسبات، أنها للأسف حرب المرأة ضد المرأة في بعض المنظومات السياسية كان أشرس من حزب الرجل ضد المرأة، وهنا يكمن الخطر الحقيقي. ومن هذا المنطلق أنا لا أؤمن بعمليات، يعني رغم أني ناشطة في أكثر من مجموعة دولية لتمكين المرأة في العالم، وطبعا المرأة السورية أنا ناشطة في عدة مجموعات، إلا أنني لا أؤمن بعملية مغلقة في عملية التمكين المرأة. العملية مفتوحة على كل الاتجاهات، ويجب أن ننضم إليها الجميع. هي عملية مواطنة، تمكين المواطنة، تمكين العمل الديمقراطي، تمكين إحلال القانون والمحاسبة والمساءلة في أي مجموعة سياسية على الطرفين معا، الرجل والمرأة. عندما يعرف الرجل حقوقه كإنسان وكمواطن وحتى كناشط سياسي، لا يمكن أن يغفل حقوق الطرف الآخر الذي يشاركه العمل السياسي. الرجل نفسه في منظوماتنا السياسية لا يعرف حقوقه ولا يحاسب ولا يساءل على أخطائه، وبنفس الوقت المرأة المشاركة في هذه المنظومات السياسية تتعرض لنفس الأمور، يعني لا تعرف حقوقها ولا تحاسب ولا تساءل، وتكون المحسوبية هي المنظومة التي تربط العلاقات في هذه المؤسسات للأسف. ونحن ندفع ثمن هذا العمل السياسي المتردي الآن في الغوطة وفي عفرين، يجب أن نكون واضحين. طيب، وأنا لا أريد أن أكون هنا يعني أحبط العزائم، لأني أنا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية المرأة لم تأخذ حقوقها الانتخابية حتى عام 1920، تخيل بدايات القرن العشرين، والمرأة تتعرض للتمييز هنا أيضا، ولا سيما في المناصب العليا، يعني لا تتلقى الكفاءات المالية التي يتلقاها رجل في نفس المنصب، وتتعرض للتحرش الجنسي. وما حدث في هوليوود مؤخرا هو أكبر فضيحة لتعرض المرأة الأمريكية للتحرش الجنسي. لكن الفرق أنه هنا في الولايات المتحدة، هنا دولة قانون، دولة يحكمها القانون ولا أحد فوق القانون، دولة فيها شفافية ومساءلة ومحاسبة، من يخطئ يعاقب ومن يخرج على الخط يصوب. ولذلك هنا يوجد مؤسسات سياسية تشارك فيها المرأة بقوة، ولا يعني توجد بالمقابل في مؤسساتنا السياسية، رغم أن القضية التي نحملها هي أهم قضية تحرر في العالم الحديث. طيب، في سوريا. طيب أستاذة أمل، يعني المنظومة السياسية فشلت وتراجعت، يعني أسباب كثيرة ذكرتها الأستاذة مرح، يعني أيضا يشار إلى أن الحرب التي تعيشها سوريا شردت، دعينا نقول وفق الإحصائيات، نسبة كبيرة من النساء، وحتى وجدت إحصائيات كبيرة لنسبة الأرامل. يعني يقول البعض في وصفهن يعني تجرعنا أهوال القيامة على الجغرافيا السورية. أولا دعني أقول لماذا المرأة الآن، الحرب على الجميع، على الرجال والنساء والأطفال، لماذا المرأة الآن؟ المرأة عندما تخدم كأداة حرب تعني لنا الكثير. المرأة بطبيعتها وتكوينها الفيزيولوجي هي أقرب إلى السلم والسلام، هي أقرب لصناعة المستقبل دائما للمجتمع بمنظومة متكاملة منظمة. ما وجدناه حقيقة نحن أن المرأة السورية حصدت من الحرب الضعف. المرأة السورية نالت من الاعتقال ما ناله الرجل، إضافة إلى أنها قد لا تكون انخرطت في عمل سياسي أو حمل سلاح، نالت منه من هذا الاعتقال كرهينة، هذا أولا. نالت من الحصار والتجويع ما جعلها الآن في الأقبية، كما نرى في حصار الغوطة، ورأينا قبل في حصار أكثر من منطقة في إدلب، في حلب، في رستن، في كل المناطق، كيف هي مع أبنائها بدون قدرة، هي قد تستطيع أن لا تأكل وتمنع نفسها من الأكل، لكن كيف لأبنائها وهي تراهم أمامها يقتلون من الجوع، يقتلون من الدمار، يقتلون من الخوف.
إذن هي تنال الضعف دائما لأنها أصبحت هي المعيل لهذه الأسرة بعد فقدان الرجل بالاعتقال، بالموت، بخروجه لحمل السلاح، بفقدانه للأسباب التي وصلنا إليها. نالت مسؤولية الأسرة ونالت مسؤولية أنها أقصيت عن، رغم كل هذا العبء، أقصيت عن مكانها الحقيقي لكي تعبر به عن رأيها عند الطرفين. المشكل أن المعارضة لم تكن معارضة مماثلة ولم تعتمد على معايير وخبرات وكفاءات للرجال كي تعتمد للنساء. المرأة في زمن السلم لم تكن في موقع صحيح لها ولكفاءتها لكي تكون في زمن الحرب مع الوجه الآخر للعملة للاستبداد والقمع الذي نشهده الآن من الإرهاب الذي يمارسه الطرف الآخر من الفصائل المسلحة الإرهابية أو المتطرفة. دعني أذكرك مثلا عندما يعتقل جيش الإسلام نساء عذراء العمالية، وهذا حصل الاعتقال في بداية العام 2013، تعتقل نساء عذراء العمالية كرهائن، لا ندري هم مواليات هم معارضات، كلنا كان في مناطق سيطرة النظام كان هناك موالي ومعارض، اعتقلوا ما يمكن اعتقاله وضعوهم في سجن التوبة في دوما، لكن عندما احتاجوا أن يستخدموهم دروع بشرية وضعوهم في صناديق حديدية على الأسطح تهديدا للنظام. بماذا اختلف هذا عن النظام؟ النظام أيضا عندما دفع الرجال والشباب لحمل السلاح نتيجة اغتصاب أولادهن أمامهن، بناتهن، نتيجة الدمار والقتل والاعتقال، ذهبوا لحمل السلاح، قام النظام بأخذ النساء كرهائن. إذن نحن الآن أمام وجهي عملة، وجهي عملة من القمع والاستبداد، وجهي عملة من التنكيل بالمدنيين، وجهي عملة باستخدام النساء كأداة لهم في كل المواقع. أنا أذكر عندما كنا نعمل مع النساء في المرحلة الأولى التي دخلت داعش إلى المناطق الرقة وحاولنا التواصل آنذاك مع النساء، فطبعا كان من المستحيل في الفترة الأولى. بعد ذلك وجدنا نساء من مناطق النزوح تحت سيطرة النظام وصلت إلى مناطق داعش، وبعد أن تواصلنا بشكل جدي معها سألنا لماذا حصل ذلك، كنا نتعامل معكم، نتساعد، ندخل في مشاريع لدعم بعضنا. قالوا بعد الجوع الذي لقيناه لأسرنا ماذا نفعل، داعش قدمت لنا آنذاك 400 دولار إذا نأتي بأسرنا، الأولاد يذهبون للجهاد، البنات يذهبون زوجات أمراء، وقد تذهب الأمهات أيضا، وسكن، وماذا نفعل. طيب. إذن كان هناك في تغرير بسبب الجوع، بسبب الفقر، بسبب الإجهاد من المسؤولية التي تعرضت لها المرأة، وبالذات أنها كانت مغيبة قبل الثورة عن دورها ومكانها الحقيقي. النظام مارس هذا التغييب على كل السوريين بتدجينهم، وعندما انخرطت في المظاهرات السلمية وأدت أداء رائعا وأثبتت للمجتمع وللعالم أن المرأة السورية مرأة سلام ومرأة كفاءة، ماذا فعل النظام؟ عندما أخذها إلى المعتقلات ماذا فعل بها بالمعتقلات؟ عندما اختطفها عن الحواجز واغتصبها؟ عندما هداها من البيوت واغتصبها؟ إذن نحن لا نحمل الآن النتيجة للآن، يجب أن ندرك أن النتيجة التي وصلنا إليها الآن كان السباق بصناعتها النظام. طيب. أثناء فترة سلمه كان السباق بصناعتها أثناء فترة حربه، لأن أول من صنع ميليشيا النساء هو النظام، عندما وضع النساء على الحواجز للتفتيش وإرهاب الآخرين، إرهاب النساء من أمثالهن، عندما وضع النساء في مواقع تستطيع أن تحمل البارودة وتوجهها دون التدريب. هنا نقول عندما تنتظم المرأة في مواقع أخرى مع جهات أخرى بحمل السلاح، وهذا ما رأيناه الآن للأسف بالغوطة، كتائب من النساء أرسلت فيديوهات تقول نحن نقوم بوضع سمت دقيق معنا كمبيوترات حديثة ونضرب صواريخ على حواجز النظام. إذن طيب. هنا غاب العقل وأصبح الحقد هو
البديل. أصبح الوحش يصنع وحوش. إذن نحن الآن أمام معجزة من القهر نتيجتها ما نراه الآن بسوريا. طيب أستاذة بشرى، معجزة من القهر كما قالت وتفضلت الأستاذة أمل، يعني تكررت فصول الظلم على النساء في سوريا حقيقة من حقبة إلى أخرى، يعني من ظهور التنظيمات المتطرفة مثل داعش والنصرة وغيرها حتى الآن المناطق التي هي تحت سيطرة درع الفرات وغيرها يقع ظلم كبير على النسوة. أستاذة بشرى. صحيح. دعني قبل ذلك أعقب على سؤال طرحته حضرتك على ضيفة الأخرى، وهي لماذا هذا التراجع في التمثيل النسائي؟ هذا سؤال أعتقد أنه جدا مهم، وهنا النقطة التي نعمل عليها نحن كمنظمة ريباك بدراسة هذه الحالة ووضع خطة عمل مدروسة لتلافيها. أعتقد من هذه الناحية بإمكاننا الاستفادة تماما ونحن نستفيد من تجربة المرأة الكردية على هذا الصعيد، بحيث أن الرؤية التي تتمتع بها المرأة الكردية تصل في النتيجة إلى ما يلي: في حال غياب التنظيم الخاص بالمرأة والكيان التنظيمي الخاص بالمرأة، فإن المرأة تكون بكل الأحوال متروكة لإنصاف الرجل والذهنية الذكورية. فإن كان هذا الرجل أيا كان جيدا، مقاربته جيدة كان بها، وإلا فإذا هي معرضة للقمع ولأسوأ الحالات إلى آخره. أنا طبعا أتحدث عن الذهنية الذكورية التي هي في مواقع صنع القرار، والتي عادة ما يكون صنع القرار لصالح الحروب الدموية مثل ما نشاهد حاليا ونمر به في خلال السنين الأخيرة. المرأة ميالة دائما بطبعها إلى الأمن والاستقرار، وذهنيتها أيضا هي ذهنية مسالمة تريد الاستقرار والرفاه دائما. هذه الرؤية أو هذه الطبيعة حولتها المرأة الكردية من خلال تجربتها والفلسفة التي تؤمن بها والرؤية التي تتمتع بها إلى برنامج وخطة عمل، بحيث أنه المرأة يجب أن تكون منظمة لصفوفها بشكل متراص، وبهذا الشكل تستطيع أن تدافع عن ذاتها وتناضل من أجل نيل حقوقها والكفاح تجاه هذه الذهنية الذكورية أيا كانت، سواء في أيام الحرب أو في أيام السلم. ربما هذا ما جعل المرأة الكردية تصبح رمز على صعيد مقاومتها الباسلة، وأيضا على صعيد الكيانات السياسية والمؤسسات التي وصلت إليها حاليا ما نراه بشكل ملموس في شمال سوريا. طبعا هنا ربما خلينا نقول الدور الطليعي أو الريادي للمرأة الكردية ظهر هنا في شمال سوريا، ولكنها بنفس الوقت تشمل بهذه الرؤية جميع المكونات والنساء من جميع المكونات السورية في شمال سوريا، من سوريانيات، من عربيات، من تركمانيات، من شيشانيات وإلى آخره، فيما يتمثل بنموذج الإدارة الذاتية وفيدرالية شمال سوريا الديمقراطية. أعتقد هذا الأمر مهم جداً بالنسبة لنا نحن النساء، بأن يكون لنا كياناتنا السياسية التنظيمية الاجتماعية الثقافية الخاصة بنا، وأن نضع رؤيتنا الخاصة بنا، رؤيتنا النسائية التي تضع المشاريع التي تدرس كيفية وقف هذه الحروب الدموية الناجمة عن الذهنية الذكورية التي تركز بالأكثر على الاحتكار، على المصالح، وعلى مثل ما يقال مجازا تقسيم الكعكة. هنا هذه النقطة أعتقد أنها جدا مهمة، وبنتيجتها توصلت المرأة الكردية والمرأة في شمال سوريا خلينا نقول من خلال التجربة التي تمر بها خلال السنوات الأخيرة إلى أماكن صنع القرار، وإلى كيفية أن تبرز إرادتها بهويتها هي، بطابعها هي، وبرؤيتها هي، وتكون مؤثرة وفاعلة في كل مجالات الحياة. ربما بهذا الشكل أعتقد أن الخيار الوحيد هو أن نسلك هذا الطريق لكي نتخلص من هذا القهر المضاعف الذي نعاني منه، ليس فقط في مرحلة الفوضى هذه، وإنما لأجل ما بعد مرحلة الفوضى، لأن أعتقد أن الأصعب أكثر هو مرحلة ما بعد الفوضى، مرحلة إعادة بناء الوطن، إعادة بناء المجتمع، إعادة بناء الإنسان مرة أخرى، لأن هذه الحرب وهذه الفوضى
لا فقط تؤثر على الوطن، وإنما على المجتمع، على الثقافة، على الإنسان، على الذهنية. يعني هذه الفوضى لم تترك شيئا إلا وتنسفه وتدمره من آثار، من ثقافات، تجتث الإنسان من أرضه، تشرده، تهجره، تقتله، تنكل به، وبالتالي تؤثر على طبيعته الثقافية والاجتماعية والنفسية والروحية. بالتالي هذا الهجوم، خلينا نقول العابر للحدود، العابر للقوميات، العابر لكل شيء، يقتضي منا نحن النساء بصورة خاصة تنظيما عابرا للحدود، عابرا للقوميات، وعابرا لكل شيء، حتى نتمكن طيب. بالفعل من الوقوف في وجه هذه الهجمة الذكورية. طيب دكتورة سميرة، أطلنا عليك عذرا، يعني برأيك لماذا نجحت التجربة في جغرافيا معينة من الأراضي السورية، والجزء الثاني لم تنجح حتى أي تجربة بسيطة؟ يعني السؤال، ما هي عوائق التي تمنع المرأة من نيل حقوقها بشكل عام دكتورة سميرة؟ يعني نحن نتحدث عن مناطق تحت القصف، مناطق فيها عنف شديد، يستخدم فيها الكيماوي، تستخدم فيها القنابل العنقودية، تستخدم فيها كل أنواع الأسلحة. يعني حقيقة لا يمكننا الحديث عن أي نوع من أنواع التنظيم، وفي حالات السلم أساسا الموضوع يتطلب الوقت، ويتطلب تأهيل المجتمع، يتطلب أمور كثيرة، فكيف بنا إذن تحت هذه الظروف الشديدة القسوة كما يجري حاليا في الغوطة؟ فالناس في الأقبية، والناس محاصرة من 4 سنوات، وكل هذه الأمور تتطلب حالة من الاستنفار الدائم لا تسمح بأي نوع من التنظيم، ولا تسمح بأي نوع من الرفاهية هي الفكرية أو الوصول لحلول أو إعادة البناء. فبالتالي نحن في بهذه المناطق بحالة يعني انتظار البدء بمشروع بناء الإنسان كما تفضلت الزميلة، والانتظار ببدء فعلا بناء المجتمع، بناء دولة تحترم القانون وتحترم حقوق المرأة. ففي هذه المرحلة يمكن الحديث، وفي أغلب المناطق أيضا، في مناطق النظام، كيف استغل النظام المرأة؟ كما تفضلت الزميلات، كان هناك ميليشيات نسائية، كان هناك تجنيد، ولكن أيضا كان لدينا ظاهرة عرفت بصبايا العطاء على سبيل المثال في المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية، حيث هذه الفتيات السوريات جندنا من أجل الترفيه عن الجنود، وهذا أمر بحد ذاته مشين، استخدام المرأة بهذه الطريقة، وهذا أبعد ما يكون عن مفهوم العلمانية الذي يسوق نظام لنفسه أنه هو النظام العلماني، لكن هذا المفهوم استغلال النساء بهذه الطريقة وهو ليس وليد اليوم. فطيلة فترة حقبة الأسد كان هناك استخدام بشكل أو بآخر للنساء في بهذه الصورة المشينة. بالإضافة إلى ذلك، في بنفس هذا المجال الذي يدعي فيه العلمانية، فهو يتيح تمدد وانتشار أيضا لفكر إيديولوجي متمثل بالفكر الإيراني، ويتيح انتشاره في مناطق عديدة، وهذا يهدد أيضا بخطر إيديولوجي كبير وكاره للمرأة ومقيد لحرياتها مستقبلا. فإذا نحن أمام عدة أقطاب من جميعها من القوى التي تعادي حرية المرأة والنمو السليم في المجتمع، وهذا الأمر بشكل عام لا يمكننا تجاوزه قبل انتهاء المسبب وقبل انتهاء هذه الحقبة الاستبداد، والبدء بحقبة جديدة بعد نظام الأسد يتم فيها بناء المجتمع على أسس سليمة، قوانين تحترم حقوق المرأة، وأيضا قوانين جامعة أو حقوق جامعة للمرأة. فنلاحظ أنه رغم اختلاف القضايا الإيديولوجية، دعنا نقول، لكن هناك حقوق تجمع النساء فيما بينهم. إذن قضية المرأة هي قضية بإمكاننا القول جامعة للنساء السوريات. فلاحظنا على سبيل المثال، كان هناك حملات لقيادة المرأة الدراجة، وهذه الحملات كانت في مناطق النظام، وكانت أيضا في مناطق للمعارضة أو في دول الجوار من قبل ناشطات معارضات. إذن فهذه الفكرة البسيطة بجوهرها لكنها جمعت النساء، فهذه هي حاجة بإمكاننا اعتبارها حاجة عند المرأة بالحصول على حريتها، وعبرت عنها بهذه الطريقة بغض النظر عن خلفية هؤلاء السيدات. إذن يجب الاعتماد على هذا الأمر. لماذا؟ لأن السيدات هن ستشكلن الغالبية في المستقبل،
ونؤكد دائما أنه ستقع على النساء الدور الأكبر في بناء المجتمع بعد الحرب وفي النهوض بالمنظومة الأخلاقية والنهوض بالمنظومة القيمية في المجتمع عن طريق تربية الأجيال التالية. فبالتالي يجب علينا في نقطة ما البدء بالتأسيس لهذه الحياة المدنية والاجتماعية والسياسية السليمة انطلاقا من أسس سليمة، ولكن اليوم في مناطق كثيرة من سوريا لا يسمح الأمر بأي شيء من ذلك للأسف. نعم أستاذة أمل، يعني في سبيل تحقيق حياة تسودها العدالة والمساواة والحرية لبناء مجتمع ديمقراطي حر، يعني لإدراك القضايا الاجتماعية وأشكالية العلاقة بين الرجل والمرأة، يعني بدون استيعاب العلاقة بين الرجل والمرأة، هل يمكن إدراك أو إيجاد حل لأي قضية عالقة في المجتمع؟ باعتقادي أي شيء غير محمي بالقانون لا يمكن أن تحقق منه نتيجة. دائما عندما يكون في قانون ضابط وفي عمل مؤسساتي ضابط ولا أحد فوق القانون، نصل إلى ما نريده. ليس هناك مشكلة بمرأة ورجل عندما يكون الدستور مواطنة، قانون متساوي بالحق والواجب للطرفين، وليس أحد فوق القانون. أهم شيء بهذا القانون والدستور أن يكون فصل سلطات من الأسرة إلى أعلى مستوى في الدولة. عندما لا يكون فصل سلطة الأب عن الأسرة نجد هذا التمييز، عندما لا يكون هناك فصل لرئيس الدولة بمهامه عن أنه رئيس دولة ويحق له أن يكون فوق القانون، وجدنا ما وصلت إليه سوريا. إذن ما يحمي المرأة إن كانت في سوريا أو في أي دولة بالعالم هو تطبيق القانون، وهذا ما أشارت إليه كثير من القوانين وإعلانات حقوق الإنسان العالمية. كيف يمكن أن نحمي المواطن بصفته كمواطن كفرد بمعزل عن جنسه ونوعه؟ أريد فقط أن أقول كيف يمكن أن نقول الآن للمرأة السورية ما العمل لكي نحقق جزء من حماية المرأة السورية الآن، عندما نقف كسوريات جميعا بوجه كل من يريد إقصاءنا من أي طرف من أطراف النزاع الذي يمارس علينا عنفه، عندما نتحد كشركات وطن إن كنا في كل مواقع مواليات معارضات. أنا لا أتكلم بهذه الصفة، أتكلم بالهوية المستقلة والإرادة الحرة، أتكلم بمن تشعر من السوريات بانتمائها السوري الحر بعيد عن انتماء قبلي طائفي إثني لجهة ما. إذا كنا ننتمي للهوية السورية ونريد أن نصنع وطنا سوريا، نريد أن نصنع مستقبلا للنساء السوريات، يجب أن نتحد الآن على أن نقول يجب أن تقف الحرب، يجب أن يقف الحصار، يجب أن تنطلق النساء السوريات إلى مواقعها بالمشاركة الفاعلة ضمن معايير خبراتها وكفاءتها، لا ضمن انتماءات مرسومة ومخطط لها. طيب أستاذة بشرى، يعني بدقيقتين بدي أختم معك الحلقة، يعني برأيكم ماذا تريد المرأة السورية من سوريا الآن؟ المرأة السورية أعتقد أنها مسؤولة ربما أكثر من الرجل بالدفاع عن سوريا وبتحرير سوريا من هذا الإرهاب الوحشي الذي يطالها ويهدد وجودها من جميع النواحي الحياة. لماذا أقول أكثر من الرجل؟ ربما لأن مثل ما قلت في البداية ذهنية المرأة أقرب أكثر إلى دراسة كيفية الوصول إلى الأمان والاستقرار، ومفتاح السلام أقولها بكل قناعة هو بيد المرأة والذهنية الأنثوية الأصيلة، وليس بيد الرجل بذهنيته هذه التي دائما تفكر في الحرب، والدلائل على ذلك كثيرة جدا. علينا كنساء سوريات أن نتحد ونتشابك، نقوم بهذا التشبيك الذي هو نحن بحاجة ماسة إليه أكثر من أي وقت مضى، لكي نتضافر ونلعب دورنا بشكل طليعي وفاعل أكثر بكثير. هنا أؤكد على أنه أي ثورة أو أي عمل تغيب عنه المرأة هي ليست بثورة، وهو ليس بأي عمل ناجح، ومعرض دائما للتحريف والتزوير. وعلى أمل أن نحول كل أيامنا إلى عيد المرأة.
وأنا بدوري بتمنى أنه كل نساء الأرض تحصلنا على حقوقهن وفوقها حبة مسك مثل ما بيقولوا بالعامية. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى نهاية حلقتنا، ولا يسعني أن أشكر ضيوفي. كان معي من باريس دكتورة سميرة مبيض سياسية وأكاديمية، ومن واشنطن الأستاذة مرح البقاعي أكاديمية ورئيسة حزب الجمهوري السوري، ومن بيروت الأستاذة بشرى علي عضو الهيئة الإدارية في منظمة ريباك، ومن سويسرا الأستاذة أمل نصر سياسية سورية معارضة. وشكر موصول لكم على طيب المتابعة مشاهدينا، دمتم بخير وإلى اللقاء.